نذكر الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات بقرب شهر رجب المرجب المعظم، أول أشهر الحرم، هو أول الأشهر الحرام، وسمي بالمرجب لأن ترجيب الشيء يعني تعظيمه وتفخيمه. وفيه من الأعمال الكثير، هو أول الأشهر الثلاثة أيضا اللي هي بمثابة بداية التصعيد إلى أن يصل الإنسان في شهر رمضان إلى قمة ذلك الصعود، وشبهه بعضهم بالزرع في رجب والسقي في شعبان والثمر والحصاد في شهر رمضان. فينبغي للإنسان أن يسعى في هذه المواسم الثلاثة كما يسعى الإنسان عادة في الأمور الدنيوية. لو الآن قيل لنا أن المتجر الفلاني يبيع السلع بنصف أسعارها، غالبا الناس يذهبون إليه. ليش؟ لأن مع بذل جهد ومال قليل تحصل على سلع كثيرة. شهر رجب وشهر شعبان وأعظم منهما شهر رمضان ومن هذا القبيل، أعظم عمرة في طول السنة عندنا الإمامية شهر رجب، مع أنه شهر رمضان له فضله، بس العمرة في رجب عندنا أفضل. الصوم في أيام شهر رمضان، في أيام شهر رجب، وما أدراك زيارة الحسين عليه السلام في أول رجب، في نصف رجب زيارات مخصوصة، وهكذا الأعمال التي تذكر في كتب الأدعية. من المناسب أن يغير الإنسان المؤمن سلوكه بدءا من يوم غد، إذا صار غدا شهر رجب، غير سلوكه، يعني إن استطاع في الأسبوع أن يصوم أياما فهذا شيء جيد، إن استطاع أن يضاعف قراءته للقرآن، ذكره لله، الأذكار التي يقوم بها في الأيام العادية تتضاعف، جيد. عمرة إذا فتحت، لا نعلم معها الموجة الجديدة كيف سيكون الأمر، ولكن إذا كانت الأمور مهيئة من المناسب أن يتحرك الإنسان فيها. ولا ينسى أيضا أن يشرك في أعماله ودعائه وطلباته إخوانه المؤمنين، أخواته المؤمنات، أرحامه. إحنا هم عدونا واحدا من المؤمنين ولو تجوزا، فأشركونا في أعمالكم ودعائكم، وإن شاء الله نشرك إخواننا المؤمنين في ذلك. فهو تذكير أحببنا الإشارة إليه